اقتصاد أي دولة هو المعبر الأول والأخير عن حالة المواطن والوضع اللي بيعيشه البلد أو الوطن أو المواطن أو التعليم أو الصحة، أي حاجة بتترجم في النهاية لتقدم اقتصادي أو تأخر. واللي بيعبر عن مدى التقدم الاقتصادي والإنتاج حاجة اسمها التصدير. احنا بلدنا عمالين يقولوا لنا توطين الصناعة، مؤتمر صناعي، وكل يوم بيفتحوا مصنع جديد وشركة جديدة ومجمع جديد، لدرجة ان عمليات الافتتاحات النهاردة بقى يقولك افتتاح مجموعة من المصانع وافتتاح مجموعة من الشركات وافتتاح مجموعة من القطاعات. ده اللي بنسمعه على مدار الكام سنة اللي فاتت، لكن النتيجة فكرك على طول بالمثل الشعبي: ما لي أرى أسمع نعير ولا أرى طحين. عمالين بنسمع كل يوم أخبار عن الافتتاحات وأخبار عن التقدم الاقتصادي. وزير المالية محمد معيط قبل كام يوم بيقول لنا إن الآن الدول الأوروبية بتحسدنا إحنا كمصريين على التقدم الاقتصادي اللي إحنا موجودين فيه. شوف الخبر ده، صادرات مصر السلعية، وده حسب بيان أو خبر موجود في بلومبرج، صادرات مصر السلعية تتراجع 17% في النص الأول من هذا العام ل 16 مليار دولار. طب إحنا النص الأول من السنة اللي فاتت كنا بنصدر بكام؟ كنا مصدرين ب 19.3 مليار دولار. السنة دي النص الأول من هذا العام صدرنا فقط ب 16 مليار دولار، بتراجع حوالي 17%. ده بعد المؤتمر الاقتصادي اللي كان في بداية النص الأول من هذا العام. وتقريبا السيسي فتح من يناير لحد منتصف هذا العام أكثر من 17 مصنع حسب بيانات رسمية وإحصائيات حكومية. وزير المالية قال لنا إن احنا بنعمل نمو لم يشهده العالم، لكن كل ده موجود في الدفاتر والصحف واللقاءات الصحفية والتلفزيونية، لكن الأرقام بتقول إن الصادرات بتاعتنا بتتراجع بنسبة 17%، دخل المواطن بيتراجع بنسبة 38%، التضخم بيزيد بيصل لأعلى معدلاته هذا العام، حصة المواطن من الدخل العام تكاد تكون صفر، لأن الدخل العام كله يدوب بيروح في فوائد الديون. إيه السبب؟ سبب حسب ما بيقول بعض المصدرين إن أزمة الدولار وعدم توفير المواد الخام هي السبب الرئيسي، الخبر اللي بعده، لتراجع حجم الصادرات. إحنا دولة زي ما حضراتكم عارفين بنعيش بنسبة 80-85% على الاستيراد من الخارج، لا سيما في المواد الخام. لما يبقى عندك دولار صفر، مش موجود في السوق دولار، وبتقبض على أي حد بيشتري دولار، يبقى طبيعي حسب ما بيقول المصدرين إن أزمة الدولار اللي ترتب عليها عدم توفر للمواد الخام وبناء عليه المصانع واقفة. عند النهاردة قطاعات واقفة، عند لسه قطاع الأسمدة تأثر بنسبة 20% قبل كام يوم، قطاع الألبان واقف بنسبة 10%، عندي كمان قطاع الدواجن واقف بنسبة 80%. ده مش بسبب الدولار، ده بسبب فشل وإخفاق الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي. يمكن رجل الأعمال السكندري المشهور فرج عامر، عضو مجلس النواب السابق ورئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس نادي سموحة وصاحب مجموعة فرج الله، واحدة من أكبر المجموعات التجارية الصناعية في البلد، قال إن المواد الخام على وشك النفاد. رجل الأعمال فرج عامر يطالب الحكومة المصرية بالتدخل لإنقاذ المصانع، والكلام ده مش النهاردة، ده الكلام ده في نهاية السنة اللي فاتت. نهاية السنة اللي فاتت كان فرج عامر بيقول لهم إن الدنيا خلاص إحنا داخلين على نفاد المواد الخام. المواد الخام بتجيبها من بره بالعملة الصعبة، ما عندكش عملة صعبة، وإذا عندك عملة صعبة بتتباع في البنك بسعر وفي السوق السوداء بسعر، وإذا رحت تشتريها من السوق السوداء لو قبضوا عليك أو شموا ريحتك هيقبضوا عليك كأنك بتتاجر في المخدرات أو في الهيروين، واللي بيعرفوا إن معاه كام دولار بيروحوا يمسكوه وياخدوا الفلوس دي كأنها فلوس حرام. فالصناعة النهاردة الكل رافع إيده لفوق، لدرجة إن أحد أعضاء مجلس النواب وهو النائب مجدي الوليلي عضو المجلس قال إن أزمة نقص المواد الخام بتعرقل ترسيخ الصناعة المحلية وبتضر بالمصنعين. اللي هو الكلام في المريخ والفعل في الأرض. الكلام اللي بتقوله الحكومة عن توطين الصناعة
وعن خطط خمسية وعشرية وخطط مستدامة وعن خطة 30 سنة قدام ومصر 2030، تشعر وكأنهم بيتكلموا عن دولة تانية. فاكر سواق التوك توك لما قال بيكلمونا عن باريس واحنا عايشين في الصومال؟ مع احترامنا لأهلنا الطيبين في الصومال، خطط الحكومة في وادي والواقع على الأرض في وادي تاني. ناقص المواد الخام مش بيعطل الصناعة، ده بيقضي على ما تبقى من الصناعة. ناقص مواد خام، أزمة في الغاز رغم إن احنا بنصدر غاز، أزمة في الكهرباء واحنا بنصدر كهرباء، أزمة في الإدارة واحنا طبعا ما عندناش إدارة، أزمة في الخدمات الأساسية اللي بتقدم للمصانع. فالنتيجة عندنا قطاع مثلا زي قطاع الدواء، ناقص المواد الخام يربك خطط مصانع الدواء في مصر. تخيل ان ناقص المواد الخام يوصل لحد الدواء، يبقى عندك نقص في الدواء بنسبة 30%، لان المواد الخام اللي بتخش في صناعة الدواء بتجيبها من بره بنسبة 85%. مفيش مواد خام، مفيش مصنع بيشتغل، مفيش منتج بيخرج، فبقى عندنا عجز في أدوية القلب وعجز في الأنسولين وأدوية السكر، عندنا عجز كمان في أدوية الغدة، عندنا عجز في أدوية المناعة، عجز في أدوية المسكنات والحاجات بتاعت الصداع، لدرجة إن المدير التنفيذي للمركز المصري لحق الدواء الدكتور محمود فؤاد قال إن النقص في المستلزمات بقى خطير. يا مسؤولين الوزارة مفيش صمامات قلب، والمرضى عليهم الانتظار شهور حتى المستشفيات الخاصة المتعاقدة، ومفيش رئات اصطناعية، حرام قوائم الانتظار تضخمت مرة تانية. ده الحكومة بتعلن القضاء على قوائم الانتظار، وزير الصحة بيقول ان احنا عملنا معجزة محدش عملها، متحدث باسم الصحة بيقول ان امريكا بتدرس التجربة بتاعتنا في القضاء على قوائم الانتظار. الراجل بتاع حق الدواء بيقول لك مفيش صمامات قلب، والمرضى واقفين طوابير بقالهم شهور، مفيش رئات صناعية، وقوائم الانتظار تضخمت، مفيش انسولين، مفيش علاج قلب، مفيش علاج ضغط، مفيش علاج غدة، مفيش علاج مناعة، مفيش اي حاجة في السوق. ولو معاك فلوس تشتري المستورد، ما معاكش مش هتشتري. المنتج المحلي اقل من المنشود او اقل من الكفاءة اللي تنفع للاستخدام، وطبعا مفيش حاجة بتيجي من بره، واللي بيجي متهرب الله اعلم جاي ازاي ورايح فين. عبد المنعم امام ايضا النائب وعضو مجلس النواب عن ورئيس حزب العدل قال ان مفيش مصنع النهاردة في البلد ما عندهوش مشاكل. يا اللي بتكلمني عن توطين الصناعة، يا اللي عملت مؤتمر اقتصادي ولميت فيه اللي بيطبل واللي بيزمر واللي بيلعب كوره والفنان والمغني، ونسيت تجيب المتخصصين والمهندسين والاستشاريين، يا بتاع مستقبل الصناعه في البلد، يا بتاع ان البلد هتبقى بكره بلد صناعيه، وعملت مبادره تبدا. الراجل بيقول لك مفيش مصنع فيك يا بلد بينتج من اول ابره الخياطه لحد اكبر حاجه في البلد الا وعنده مشكله، مشكله في المواد الخام، مشكله المشاكل بقى اللي انتوا لحضراتكم عارفينها. فبقى عندنا اضرار القطاع الخاص في مصر لتقليص الانتاج بسبب، او اضطرار القطاع الخاص في البلد لتقليص الانتاج بسبب نقص المواد الخام. اللي حصل في سوق الاسمده الاسبوع اللي فات افضل دليل. حكومه قررت بالاشاره انها تنقص 20% من الغاز لمصانع الاسمده، الانتاج نزل بنسبه 20%، سعر طن اليوريا بعد ما كان 11,000 بقى 12,400، ده في 3 أيام. قطاع الدواجن خسائر تصل ل 80%، قطاع الألبان، قطاع الأسماك، الموبيليا خلاص الحكومة ضربت لها رصاصة الرحمة وقفلت القطاع بالضبة والمفتاح. قطاع السياحة حضراتكم شايفين السياحة في بلدنا بتعاني، بقينا نفرح لما يجي عيل ناكل شعره أو واحد مربي كرشه، ده اللي بيحصل. يعني بكل شفافية وبكل حيادية تقريبا الاقتصاد المصري النهاردة بيدفع ثمن 10 سنوات من فشل النظام الحاكم. القطاع الخاص، القطاع العام، فاكرين زمان لما كانوا بيقولوا لنا مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق؟ مع احترامي طبعا
لزملائي سواء من سوريا والعراق اللي معايا في الاستوديو. النهارده سوريا والعراق افضل مننا واحنا رايحين بالصاروخ لمصير لبنان. قال لك شح الدولار يهدد حياه المصريين بالمصير اللبناني. ده ما كانش في الخطه. المنهج اللي درسوه لنا خلال العشر سنين اللي فاتوا احسن ما نبقى زي سوريا والعراق. محدش جاب لنا سيره لبنان اللي اعلنت النهارده افلاسها والحكومات بتطالب رعاياها بترك لبنان، وكل يوم واحد بيسطو على بنك والناس مش عارفه تاكل وطوابير قدام العيش والسكر والزيت. الكلام ده بيقول لك ان احنا رايحين للبنان، اما سوريا والعراق فدول قدامنا بكتير، لان فيما يبدو انهم ضحكوا علينا، لكن الناس دي كانت ماشيه في طريق افضل من طريق. كل هذا الفشل، كل هذه المشاكل، لكن الساده في الحكومه سيد وزير التموين الدكتور علي مصلحي بيقول ابدا الحكومه دي طاهره وهتفضل طول عمرها طاهره، لا عندنا ازمه دولار ولا عندنا نقص في الخدمات ولا عندنا مشكله في السلع ولا عندنا نقص في المواد الخام. ده كان كلام الحكومه ووزير تموين الحكومه، مفيش ازمه في الدولار. لكن هناك تحديات كبرى هنعبر منها. طب التحديات دي ايه سببها؟ ما هو سببها الدولار. التحديات والازمات اللي في السكر والزيت ايه سببها؟ ما هو سببها فشلكم في اداره الملف، نقص المعروض من المواد الزراعيه والحاصلات الزراعيه. ايه سببها؟ سببها انكم عمالين بتتحدوا الفلاح وبتظلموه وماسكين له العصايه، المصانع اللي كل يوم بتقفل لان مفيش اداره للملف الصناعي في البلد. يجي يقول لك ما عندناش مشكله دولار، والدولار بريء من ازمه الاقتصاد في البلد. تقريبا المواطن هو السبب. تقريبا المواطن اللي بيصحى من النوم يقول عشان عليك يا رب، وبيكمل اسبوعه او شهره سلف وبيكمل عشان نوم زي ما بنقول، هو سبب من وجهة نظر الحكومة. تداعيات نقص السلع الحاد في البلد، تطورات خطيرة في الأزمة الاقتصادية. هقول لحضراتكم رقم واحد، الرقم ده بيتوقعه صندوق النقد الدولي. صندوق النقد اللي هو أول أزمة من أزماتنا، ويمكن أول سبب من أسباب اللي احنا فيه ده، اللي احنا رحنا فتحنا حجرنا لصندوق النقد وجبنا منه سلف ودين وفوايد وحط السكينة على رقبتنا. صندوق النقد نفسه يتوقع انخفاض النمو وارتفاع حاد للتضخم في مصر العام المقبل. ده كلام صندوق النقد في البوابة العقارية. وقال لك ان التضخم السنة دي كان 24.4%. السنة الجاية الجماعة بتوع صندوق النقد اللي هم داسوا برجليهم فوق رقبة المواطن ومشوا كلامهم على الحكومة والمواطن، بيتوقعوا ان التضخم السنة الجاية يصل 32% بزيادة حوالي 10%، يعني زيادة أسعار 10%، زيادة أسعار خدمات، نقص من حصة المواطن 10%، ده حسب كلام صندوق النقد. الفيديو ده لمين بقى؟ قول لي كده. طيب خلينا كده نشوف بعض المواطنين اللي بيقولوا لنا النهارده واحنا 24% تضخم الاسعار عامله ازاي، عشان نتخيل مع بعض السنه اللي جايه الاسعار هتبقى عامله ازاي. نتابع. دلوقتي ب 20 جنيه كيلو المكرونه هياكل كام نفر؟ بعد ما كان بكام؟ كان ب 8 جنيه. الفراخ النهارده بجيب 62 جنيه، البتاع ده الفيليه بجيب 140 و 150. بعد ما كان ب 60 و65 وكان ب 40 و45. اللي كان بياخد 3 كيلو بياخد كيلو ونص، بياخد كيلو. الاول كان اللي ياخد 5 دلوقتي بياخد 2 كيلو. يعني الاسعار كل يوم بتزيد الضعف. اللحمه دلوقتي ما بتخشش بيتي خالص، معيش اجيب، انا معايا 3 قلب اجري عليهم. كيلو المكرونه، اللحمه والفراخ والمكرونه والزيت والسكر بقت من السلع الاستفزازيه، اللي هي الحاجات اللي بيجيبها المواطن مرة كده في الأسبوع أو مرة في الشهر عشان سلعة ترفيهية. هنا بقى السؤال اللي بنسأله وبيسأله الخبير الاقتصادي الأستاذ أو الدكتور ممدوح الوالي، أين ذهبت وعود زيادة الصادرات المصرية؟ أين ذهبت وعود الحكومة ونتائج المؤتمر الاقتصادي ومبادرة ابدأ ومبادرة تمكين ومجمعات صناعية كل يوم بتتفتح وشركات ومصانع كل يوم بتتدشن وكل يوم مهرجان واحتفال بافتتاحات وكل يوم؟ أين ذهبت
مش عايز اقول لك خدها الوباء، لا خدها التضخم وطار وسابنا النهارده مع الازمه الاقتصاديه اللي بيعانيها المواطن المصري. فاصل نروح نشوف ما ترتب على قروض البنك الدولي وصندوق النقد واللي عملنا بيها مع الاسف شويه بوابات الكترونيه موجوده في محطات القطر وحتى دي ما اشتغلتش.